أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد محمد أبو البركات بسرس الليان بمحافظة المنوفية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك بدعوة كريمة من الأخ الحبيب الحاج مكاوي زايد الجمال، والذي نتقدم لسيادته بخالص الشكر والتقدير لحسن استضافته لإذاعة القرآن الكريم. شكراً له على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال، ونعده إن شاء الله أننا سوف نأتي إليه ما حيينا إن شاء الله. أيضاً شكراً لأخي وحبيبي الأستاذ محمد سعيد الزرقاني. لا أأتي إلى المنوفية إلا أخي وحبيبي الأستاذ محمد سعيد الزرقاني. حببني في المنوفية جميعا بحبه للقرآن وبحبه لإذاعة القرآن، فهو نتشرف به اليوم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أيضا جئنا بدعوة كريمة من الحاج أحمد زايد الجمال والأستاذ محمد فتحي حسن الجمال. ولأن لأهل سرس الليان وللأخ الحبيب الحاج مكاوي زايد الجمال منزلة عظيمة في قلوب جميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم، جئت إلى حضراتكم ومعي كوكبة عظيمة من أهل العلم والقرآن الكريم، علم من علام الأقراء في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة الدكتور عبد الناصر حرب، وعلم من أعلام الأزهر الشريف أخي وحبيبي فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، وعلم من أعلام مبتهلي إذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية أخي وحبيبي فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. يسعدنا إخوة الإيمان أن يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من الزملاء بالإذاعة المصرية، يتقدمهم الإذاعي القدير الأستاذ محمد بطفي الإذاعي بالإذاعة المصرية، الأخ الحبيب الأستاذ محمد حماد عطية مدير إدارة التخطيط الديني بالإذاعة، الزميل العزيز والأستاذ الفاضل سلامة رشدي بإدارة التخطيط الديني بالإذاعة، الأستاذ محمود رشدي، والأخ الحبيب الأستاذ حنفي شعلان. أيضا يتقدمهم الأستاذ باسم خميس مدير عام الإدارة التعليمية بمنوف ونقيب المعلمين بمحافظة المنوفية. وحتى لا أطيل عليكم، فنحن في شوق إلى سماع القرآن الكريم مع هذا العلم القرآني العظيم فضيلة الدكتور عبد الناصر حرق، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على فرض الله له
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرسول. ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا يا
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين
حاضر حاضر. عينيا حاضر. واللي فات ده كله كان ايه؟ حتى كده وحتى كده. ربنا يزيدك. الله يخليك يا حبيبي. دكتور. اشرح صدرك. دايما. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من
يا مساء يا مساء يوم تبلى السرى سيدي نسعد بكم والله. ربنا يسعدك ويسعدك بس محمد. لا Thank you.
لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك
وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد محمد أبو البركات بسرس الليان بمحافظة المنوفية بدعوة كريمة من الحاج مكاوي زايد الجمال.